خلونا نتكلم مع حضراتكم في موضوع يمكن هو مهم جدا الفتره دي، وكل الناس متابعين وعارفين ما يتردد عن متحور جديد من كورونا. ومن كام يوم كده ظهر حاجه اسمها الاي جي 5، منظمه الصحه العالميه سبق واعلنت عن ظهوره ونبهت الدول على مراقبة يمكن الإصابات بيه تحسبا لأي انتشار يحصل بيه. ويمكن يا مصطفى الفترة اللي فاتت الناس اللي عندها برد ابتدت تبقى مش عارفة هو ده فعلا المتحور الجديد ولا ده برد دور برد عادي. الناس خايفة هل المتحور بقوة المتحورات التانية ولا أقل؟ شفنا الأوميكرون وشفنا قبليه متحورات كتير، لكن في نفس الوقت خلينا نقول أن منظمة الصحة العالمية قالت إن هذا المتحور الجديد لا يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة، ومفيش دليل حتى الآن بيؤكد إن هو أكثر خطورة من المتحورات السابقة اللي سبق وانتشرت في الفترات اللي فاتت. معنى ذلك هل بقى إن الفيروس بيضعف ولا بيقل؟ الدنيا عاملة إزاي؟ خلينا نعرف التفاصيل من أهل العلم. الدكتور محمد رحيم الباحث في علم الفيروسات والمناعة، كلية الطب وعلوم الحياة جامعة لانكستر، اللي موجود معانا على عبر تطبيق سكايب بنصبح عليه في صباح الخير يا مصر. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير على حضرتك الجميع. السلام عليكم. متحور جديد اسمه اي جي 5، كيف يختلف عن المتحورات السابقه؟ بداية بس هو طبعا لما بنشوفنا في الميديا الفترة الأخيرة وشفنا اسمه وشفنا التنبؤات اللي حصلت بيه، فطبعا الناس كلها بدأت تقلق منه. انما بدايه احنا مش عاوزين نقلع الناس او مش عاوزين، هو مش موضوع مقلق، انما هو ظهر او بدا التطور بتاعه من شهر فبراير اللي فات. بدايه ظهوره كان في الصين واندونيسيا، ثم بدا في بدايه ظهوره بدات الحالات تبقى حالات بنسب عاليه جدا، فبدات منظمه الصحه العالميه تصنفه اللي هو فيروس اوف اندر مونيتورنج، اللي هو تحت التنبيه، لازم ناخد بالنا منه ولازم نحطه تحت الملاحظه. ثم اتفاجئنا بيه مقارنه بالاوميكرون اللي هي التلات الفاريانت الاخرى، معدل انتشاره بدا يختلف، لان احنا عارفين اخر تلات فيروسات او اخر تلاتة فاريانت موجودين هم الاكس بي بي 1.5 والاكس بي بي 1.16، دول كانوا محصورين في دول معينه، يعني في واحد الاكس بي بي 1.16 ده موجود بس في اسيا، بس في قاره اسيا. المتحور الاخر موجود في اوروبا بس، انما بالمقارنه بدوت لقيناه بدا ينتشر من بدايته من الصين واسيا الى دول اخرى. وبالتالي هو بدا يقلق وصنف في شهر 7 اللي فات، اللي هو لازم نحطه، لا هو فيروس اوف انترست او فاريانت اوف انترست، لا هو لازم نهتم بيه ولازم نحطه تحت الملاحظه نظرا لسرعه انتشاره ونظرا للمعدل الوباء بتاعه. بس مقارنه بالعام الماضي بمعدل الاصابات، لا هو اقل طبعا ومعدل الاصابات، بس اللي فيه مرجح للسبب العلمي والاعراض يا دكتور هو الاهم، يا اما خدنا الفاكسينيشن خدنا التحصين او تم الاصابه بفيروسات اخرى، وبالتالي عندنا مناعه اميه موجوده قبل كده، فبالتالي لما بيجي عندنا الفيروس دوت ما بيكونش بمعدل او بنسبه الظهور اللي بمقارنه بالفيروسات الاخرى اللي سبقت وجودها قبل كده. الشق المقلق طيب. اللي طبعا لما تم اكتشافه تم ذكره اللي هو ايريس او ايريس، وده طبعا مسمى يوناني معناه اله الفوضى، فبالتالي لما ذكر الاسم دوت بدا يرعب الناس او بدا يخوف كل الساينتفك كوميتي اللي موجوده او الجهات العلميه او ال WHO، لان هو بدا ايه يعني اله الفوضى في فيروس هيبدا يخوف الناس، يبدا يموت، يبدا يعمل مشاكل كبيره جدا. ونظرا ان منظمه الصحه العالميه في شهر 5 اللي فات شالت تم رفع جميع قيود كورونا في جميع دول العالم. بالظبط. لا هو كمان الفكره ان احنا بقى لنا فتره كبيره قوي خلاص، احنا شفنا متحورات كتير، دلتا والفا واوميكرون والحاجات دي كلها، وبقى لنا فتره ما بنسمعش قوي عن متحورات جديده لكورونا او كوفيد. النهارده الناس خايفه شويه من ايريس، لكن يعني عايزين نعرف الاعراض، يعني النهارده اللي عنده دور برد ده ازاي يفرق ما بينه وما بين المتحور الجديد؟ هو كده كده اصلا بيان منظمه الصحه العالميه بتقول انه يمكن ما فيش اصابات في مصر، يعني او منظمه الصحه هنا في مصر بتقول ما فيش اصابات اتسجلت في مصر، ومنظمه الصحه العالميه يمكن قالت كمان ان الموضوع مش مقلق خالص. لكن احنا حابين نطمن اكيد من يعني اهل العلم والخبره، هل فعلا الأعراض مختلفة يمكن عن دور البرد العادي
ولا لا؟ لو الدكتور حضرتك لسه معانا. طيب لغاية لما الدكتور يجي احنا برضو بنأكد ان كل المتحورات السابقة يعني كانت او رصدت باعراض اقل من فيروس كورونا الاصدار الاول زي ما بيقولوا، وان بشكل كبير ان فيروس كورونا كان زي ما احنا شفنا يعني كان الاخطر، ان هو هاجم بسرعة وجاب اصابات بسرعة، واصاباته كانت فعلا مؤثرة حقيقي. وضربت الجهاز حقيقي. التنفس. الدكتور يمكن رجع مرة تانية. ألو دكتور محمد رحيم. أهلا بيك مرة تانية يا دكتور. كنت بسأل حضرتك إيه الفرق في الأعراض ما بين النهاردة هفرق إزاي، أو إيه أعراض آيرس أو إي جي 5 وفرق بينه وبين دور البرد العادي؟ ما فيش اختلاف في الاعراض، ده يتوقف على التشخيص المعملي فقط، وللاسف بالتشخيصات المعمليه منظمه الصحه العالميه الاسبوع الماضي اوصت اللي لازم يتم تجديدها، ولازم اللي احنا ناخد بالنا نقارن ما بينها، لان الفيروس دوت مقارنه بالوسائل التشخيصيه القديمه او المتعارف عليها ما بيقدرش نتعرف عليه بشكل تاكيدي، فبالتالي بنجدد الوسائل التشخيصيه طبقا للفيروس الجديد دوت. فهو اعراض تنفسيه عاديه خالص، وفي الوقت الحالي عندنا هو موجود في الوقت الحالي موجود في اكتر من 51 دولة على مستوى العالم، وهو الموست البريدوميننت او السائد في فيروسات الكورونا هو الاوميكرون اي جي 5 او الاوميكرون بيسميه اكس بي بي 192. نشكرك دكتور محمد رحيم باحث بعلم الفيروسات والمناعة بكلية الطب وعلوم الحياة جامعة لانكستر، كل الشكر ليك يا فندم.